على كل حال القرية هجرت، هجروها أهلها، إلا أنهم في المناسبات يتلموا هنايا. يقولوا لما تاع العيد أحسن مثال، لا نتلموا هنا، نحيوا على الأقل نعطيوا نشاط للقرية، كما نتلقوا في أيام أخرى ماشي مقل العيد، تجيوا أيام تاع مناسبات عمل تطوعي، حنا نحاولوا نقدموا حوايج للقرية، تبقى القرية على الأقل كحدث تاريخي، على الأقل كتاريخ تبقى قريتنا اللي ننتميوا ليها. القرية هذه مهجورة ونتلايموا مواليها من العيد للعيد، يتلايموا ونشوفوا بعضنا، كاين اللي ما تتلاقاش عامين 3 سنين 4 سنين، وتوجور عندنا العادة هذه، عندنا العيد عيد الفطر توجور نتلايموا ونصليوا هنايا، يعني جو عائلي. جو صلاة العيد هنا تلاقوا يوم العيد الصبح كل واحد يجي بلاصة، كان يجي حتى من الجزائر، يجي من البرج، يجي من نتلاقوا هنا في بوشيبة نصلي، يتقدم واحد يصلي بينا، عندنا إمام يجي يصلي يقدم له، ويجيوا ناس كبار صغار أولاد، وناس يدعموا هنا الفرحة. نديروا لما نجيبوا كاين اللي يجيب طعام، كاين اللي يجيب واش يقولوا له، احنا نقولوا له المسفوف، كاين اللي يجيبوا هذيك واش يقول الصباحيه، الصباح نتلايموا كل حاجه، هو كاين اللي يجيب كاطو نتلايموا ونديروا جو عرس ماهوش ما شاء الله. هذا هو كم نوع هذا 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 هذا